اخضرار مكه المكرمه هل هو من علامات الساعه؟ لماذا نرى هذه الامطار وهذه الخضره في شبه جزيره العرب التي تسمى ارض العرب؟ كيف انبا النبي الاعظم عليه الصلاه والسلام عن عوده ارض العرب مروجا وانهارا؟ وماذا يقول الباحثون؟ حتى يتبين لهم انه الحق في البدايه ايها الاحبه دعوني اذهب معكم الى جامعه اوكسفورد التي قامت بدراسه موسعه هذا هو الباحث الذي قام بدراسه ارض العرب او شبه الجزيره العربيه وقام بدراسه دقيقه واستخدم الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وخرج بنتيجة مهمة، ماذا يقول هذا الباحث أيها الأحبة؟ الباحث مايكل بتراجليا رئيس الفريق العلمي الذي قام بدراسة أرض العرب أو شبه الجزيرة العربية. يقول سمحت لنا تكنولوجيا مكوك الفضاء المبتكرة برسم خرائط لأكثر من عشرة آلاف بحيرة عبر شبه الجزيرة العربية بما في ذلك صحراء النفود القاحلة الآن وحتى منطقة الربع الخالي أيضا أيها الأحبة هذا الباحث درسها من خلال القمر الصناعي التابع لوكاله ناسا بالاضافه لالاف العينات التي اخذها من مناطق متنوعه من شبه الجزيره العربيه وخرج بهذه النتيجه المهمه ان الجزيره او شبه الجزيره العربيه كانت تزخر بالبحيرات والانهار. طيب نحن الان ايها الاحبه يعني نكتشف في العصر الحديث ان منطقه مكه المكرمه والمدينه المنوره والربع الخالي تعود تدريجيا كما كانت من قبل، هذا الباحث يجري الدراسه حاليا ويقول هذه المناطق القاحله الان ولكنها تعود مروجا وانهارا من جديد كانت قبل ذلك ايضا مروجا وانهارا من خمسة الاف الى عشرة الاف سنة هنا ايها الاحبة هذه وديان مكة وجبال مكة وشعابها لم يكن احد يتصور عبر التاريخ ان تجد ان هذه الجبال القاحلة التي ظلت لخمسة الاف سنة قاحلة صحراء قاحلة لا زرع فيها بدأت الآن تكتسي بالخضرة، بدأنا نرى هذه المناظر الجميلة لأنهار يعني أنا هنا لدي الدراسة التي قامت بها جامعة أكسفورد أيها الأحبة، أود أن أتوقف مع هذه الصورة قليلا. هذه خريطة رسمت من قبل علماء الغرب توضح وجود شبكة هائلة من الأنهار هنا أيها الأحبة ولكن مدفونة تحت الرمال، نحن لا نراها مدفونة تحت الرمال. هذه الشبكة من الأنهار كانت ذات يوم تتدفق بغزارة عبر صحراء الجزيرة العربية. ولولا اختراع الأقمار الاصطناعية ودراسة هذه المنطقة بواسطتها لم نكن لنعلم شيئا عن تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة وصحراء الربع الخالي وهذه الجبال التي بدأت اليوم تخضر سبحان الله كميات الأمطار الهائلة التي تنزل على هذه المنطقة وبخاصة مكة المكرمة اليوم من كان يتصور في, في يعني قبل مئة سنة لم يكن أحد يتصور مثل هذا المشهد أن يعود من جديد. يعني انظروا أيها الأحبة إلى هذه الدراسة المنشورة على مجلة جيولوجي. الدكتور بلوم أو هذا الدكتور آش بارتون ماذا يقول بالحرف الواحد أيها الأحبة؟ يقول سوف تتحول صحراء الجزيرة العربية إلى ما يشبه أوروبا اليوم. مروج وأنهار وبحيرات سوف تتحول إلى جنة خضراء بسبب دورة المناخ التي تتكرر كل 23 ألف سنة تقريبا وهذه دراسات علمية أيها الأحبة يستخدم العلماء اليوم صور الأقمار الاصطناعية دراسة المستحاثات التي دفنتها الرمال بالاضافه لاساليب اخرى علميه يعرفها علماء الجيولوجيا اليوم وعلماء الاثار وعلماء المستحاثات يؤكدون ان هذه المنطقه ستتحول تدريجيا الى انهار ومروج وبحيرات تعود من جديد ونحن اليوم ايها الاحبه والله يعني انظروا الى هذه المشاهد اليوم هذه الابل اصبحت ترعى في مكان مليء بالخضرة، تعودنا أن نرى الإبل في الصحارى فقط أيها الأحبة. سفينة الصحراء. وهنا أيضاً هذا هذا البحث المنشور على موقع بي بي سي يؤكد أيضاً أحبتي في الله أن هذه الصحراء كانت مغطاة، انظروا أيها الأحبة. أنا أقرأ لكم بالحرف الواحد الآن، نريد أن نقرأ بالحرف الواحد ماذا يقول علماء الغرب يقولون بعيدا عن كونها كانت صحراء فان هذه المنطقه كانت ذات يوم مغطاه بالنباتات المورقه وتقطعها الانهار طبعا هذا حسب بي بي سي هنا ايها الاحبه اذا الباحثون والعلماء في جامعه اوكسفورد وموقع بي بي سي ووكاله ناسا ايضا يتفقون على ان ارض العرب كانت ذات يوم مغطاه بالنباتات والانهار والبحيرات ويؤكدون انها ستعود جنه خضراء بالحرف الواحد احبتي في الله هذا ما قاله نبيكم عليه الصلاه والسلام بالحرف الواحد لا تقوم الساعه حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً صلى الله عليه وسلم، والله يعني وصف أدق مما وصل إليه العلماء اليوم باستخدام الأقمار الاصطناعية باستخدام أجهزة القياس وأجهزة التحاليل المتطورة درسوا المستحاثات والآثار الموجودة في الجزيرة العربية وجدوا أن هذه المنطقة التي نراها اليوم تكتسي باللون الأخضر نراها هذه الصور حقيقية أيها الأحبة من مكة المكرمة هذ هذه الصور لم يكن أحد يستطيع أن يتخيلها قبل خمسين سنة أو مئة سنة فمن اين جاء النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم بهذا العلم عندما قال وانظروا معي الى دقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعطينا معلومه عبثا النبي ربط اخضرار الجزيره العربيه واخضرار مكه المكرمه وارض العرب سماها ارض العرب ربطه باقتراب الساعه قال عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعة حتى اذا هناك شرط من شروط الساعة من اشراط الساعة من امارات الساعة من علامات الساعة ان تعود مروجا وانهار انظروا ايها الاحبه انظروا هنا يعني انظروا العلماء ماذا يقولون اكتشاف طبعا هذا موقع جامعة اوكسفورد بالنسبه للملحدين والذين ينتقدون كلام النبي عليه الصلاة والسلام من دون علم نقدم لهم ماذا يقول علماء الغرب؟ ماذا يقول الباحثون في جامعة أكسفورد حسب هذا المرجع؟ يقولون اكتشاف شبكة قديمة من الأنهار والبحيرات في صحراء العرب في صحراء العرب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لن لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً. ريفرز وانهارا طيب بالله عليكم انا انا اود ان اتوقف مع هذا الحديث العظيم من اين علم النبي عليه الصلاه والسلام بوجود انهار اصلا في الماضي يعني كيف علم ان ارض العرب كانت مروجا وانهارا من اين علم عليه الصلاه والسلام أن صحراء العرب كانت ذات يوم مغطاة بالبحيرات الباحثون كشفوا حتى الآن عن وجود عشرة آلاف بحيرة دفنت تحت رمال شبه الجزيرة العربية انظروا أيها الأحبة هنا لدي مرجع حسب وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وانا هذه الصورة اخذتها حرفيا من الموقع تظهر الدراسات العلمية وجود نهرين كبيرين هنا ايها الاحبة هناك نهرين هذا رقم واحد وهذا رقم اثنان واحد في الشمال وواحد في الجنوب بالقرب من منطقة الربع الخالي هنا منطقة الربع الخالي طول كل نهر أكثر من ألف كيلومتر اكثر من الف كيلو متر طول النهر الواحد وعرضه ثمانيه كيلو مترات وتم الكشف ايضا بواسطه القمر الصناعي لاند سات تابع لوكاله ناسا عن بحيره هنا ايها الاحبه بعمق اكثر من مئة متر عمقها بحيره عملاقه يعني يعني تخيل الربع الخالي الذي يعتبر اليوم المنطقة الأكثر جفافا كان ذات يوم من خمسة ألاف إلى عشرة ألاف سنة كان عبارة عن بحيرة عذبة بعمق مئة متر تقريبا سبحان الله ويقولون هذه الأنهار والبحيرات يمكن أن تظهر من جديد بسبب دورة المناخ دورة الطقس. وبسبب كثرة الأمطار التي نراها اليوم في المملكة العربية السعودية وعمان والربع الخالي وفي مكة المكرمة، وهذه كما قلنا صور حقيقية من مكة المكرمة التي لم يكن أحد يتخيل أن أن يلاحظ فيها مثل هذا المنظر. وهنا وكالة ناسا كشفت أيضاً عن نهر أو مجرى لنهر طويل مدفون تحت رمال الصحراء كشف عنده عنه بواسطه الاقمار الاصطناعيه. طيب النبي الاعظم عليه الصلاه والسلام ايها الاحبه لا يستطيع احد ان يقول انه كان يعلم هذه الحقيقه في زمنه قبل 1400 سنه ولا يستطيع احد ان يدعي ان نبينا عليه الصلاه والسلام هناك من اخبره من البشر لأن الحضارات في ذلك الوقت حضارة الفرس وحضارة الروم وفي الهند والصين وهذه الحضارات وفي يعني الحضارات الكبرى لم يكن لديهم مثل هذه المعلومات بخاصة أن العلماء اليوم يقولون إنها لأول مرة يتم اكتشاف مثل هذا الأمر يعني مثل الدكتور بلوم يقول لأول مرة في التاريخ نكتشف من خلال القمر الصناعي لاند سات تابع لوكاله ناسا نكتشف ان الجزيره العربيه كانت ذات يوم مغطاه بالمروج والانهار. طبعا لاول مره في التاريخ بالنسبه له، بالنسبه لنا نحن نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام هو اول من كشف عن هذه الحقيقه العلميه. يعني هنا هذه الصوره فيها كتابات قديمه في منطقة نجران في المملكة العربية السعودية تظهر أن الصحراء كانت غنية بالحضارات والحياة وليست كما تبدو اليوم صحراء قاحلة إذا هذه المنطقة ستكون مثار الدراسات العلمية ومثار حديث العلماء في السنوات القادمة أيها الأحبة لماذا؟ لأن هذه النبوءة التي اخبر بها النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم تتحقق اليوم، نحن نراها باعيننا اليوم ايها الاحبه، هذه جبال مكه. من كان يتخيل ان هذه الجبال تتحول للون الاخضر، تكتسي بالمروج، سنشاهد في المستقبل القريب غابات وسنشهد ان طال بنا العمر ان شاء الله، سنشهد وجود أنهار جديدة ونحن رأينا كثيرا بدايات لوجود أنهار في منطقة الربع الخالي بسبب هطول كميات هائلة من الأمطار أيها الأحبة وبسبب حدوث ما يشبه الفيضانات وما يشبه يعني كميات هائلة من المطر في منطقة مثل الربع الخالي <applause> التي لم يكن أحد يتصور حتى يعني ولو بقعة صغيرة من الماء فيها باستثناء بعض الواحات القليلة جدا لذلك أيها الأحبة هنا أنا أود أن يعني أخاطب كل إنسان لديه عقل ولديه منطق نقول له النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطينا إشارة علمية رائعة لاقتراب القيامة أراد أن يعطينا إشارة علمية لاقتراب الساعة طيب ربط اخضرار الجزيرة العربية باقتراب الساعة قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا صلى الله عليه وسلم لذلك نحن الآن أيها الأحبة عندما نرى مثل هذه الدراسات ونرى مثل هؤلاء الباحثين يؤكدون أن أرض العرب ستعود مروجا وانهارا كما كانت لا نملك الا ان نقول بالفعل كما قال الله تعالى في حق هذا النبي الكريم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. طبعا ايها الاحبه هنا نصيحه لكل اخ ولكل مؤمن يحب هذا النبي الكريم. لماذا ربط النبي عليه الصلاه والسلام ظاهره اخضرار ارض العرب وعودتها مروجا وانهارا كما كانت باقتراب الساعه؟ يعني ما العلاقه بين هذا وذاك؟ النبي حريص علينا احبتي في الله اعطانا مئات العلامات ومنها هذه العلامه الواضحه لكل من لديه عقل يقول ايها الانسان ايها المشكك اذا كنت تشكك برساله النبي عليه الصلاه والسلام اذا كنت تشكك بالقران العظيم حتى اذا كنت تشكك بوجود الله هذه علامه واضحه تراها انت اليوم تراها امامك النبي اخبرك عنها والعلامه الواضحه اكثر التي يقول العلماء ان هذه الارض كانت تزخر بالجنات والانهار والمروج والاشجار وغابات السافانا تغطي الجزيره العربيه او ارض العرب فالنبي اخبرك عن ماضي هذه المنطقه الذي لا يعلمه احد الا العلماء اليوم كشفه لك قبل ان يكشفه علماء الغرب باربعه عشر قرنا كشف لك النبي عليه الصلاه والسلام تاريخ الجزيره, الجزيرة العربيه كشف لك ماضي هذه الجزيره العربيه قال لك هي كانت مروج وانهار وستعود لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يقل لا تقوم الساعه حتى تتحول ارض العرب الى مروج وانهار لا قال حتى تعود وكلمه تعود يعني انها كانت كذلك وستعود كما كانت حتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا فالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام حريص علي وعليك وحريص على أمته صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فهذا النبي رؤوف بنا رحيم بنا حريص علينا فمن رحمته بنا حذرنا وقال الساعة قريبة إذا استعد يعني يعني اليوم ايها الاحبه عندما تقوم هيئه الارصاد بتحذيرك ان هناك زلزالا او هناك كارثه او هناك عاصفه او هناك ظاهره مدمره ستحدث وتطلب من الناس ان ياخذوا حذرهم ان يجهزوا انفسهم ان يستعدوا لمثل هذه الكارثه طيب اذا هذه الجهة التي تحذرك تريد بك الخير تريدك أن تنجو بنفسك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا أن اقتراب الساعة أو من علامات الساعة عودة أرض العرب مروجا وأنهارا وبالتالي إذا شهدت هذه العلامة ينبغي عليك أولا أن تقتنع أن هذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم وأنه صادق في دعوته من الله عز وجل لانه لا يمكن لاحد ان يخبرك عن هذه الحقيقه، اليوم العلماء يعترفون يقولون لاول مره في التاريخ نعلم ان جزيره العرب او ارض العرب كانت مروجا وانهارا، لاول مره في التاريخ احبتي في الله. وبما ان النبي عليه الصلاه والسلام عاش في زمن لا يستطيع احد ان يتنبا بهذا المستقبل ولا يستطيع احد ان يتنبا ايضا بماضي الجزيره العربيه فاخبرك بالماضي وبالمستقبل قبل 1400 سنه فهذا دليل مادي ملموس على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ودليل لنا نحن المؤمنين ان نستعد ليوم القيامه. يكفي يعني يكفينا ان هذا النبي اعطانا هذه العلامه لنعود الى الله ايها الاحبه. دعونا نستعد للقاء الله، من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه، ان الله لغني عن العالمين، اذا اخي الحبيب استعد للقاء الله. جهز نفسك لاقتراب الساعه، والموت قريب منا من الممكن في اي لحظه اخي الحبيب ان تموت. فالنبي عليه الصلاه والسلام أراد بك خيرا حدثك عن انهار وبحيرات في جزيرة العرب او في صحراء العرب وهذا الكلام يتفق مع الدراسات العلمية اولا ومع ما نشاهده بأعيننا اليوم لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا كما كانت وهذا الحديث رواه الامام مسلم وغيره طبعا ايها الاحبة حديث صحيح. لذلك والله احبتي في الله يعني الله عز وجل عندما وصف حبيبه بانه لا ينطق عن الهوى، ماذا قال في حقه؟ وما وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، يجب عليك ايها المشكك، ايها الملحد ان تعترف بالفعل ان هذا النبي صادق في دعوته. أنه بالفعل رسول من عند الله، وهذا الدليل دليل مادي ملموس يعني يعني يستحيل على إنسان يعيش في صحراء الجزيرة العربية، كل الثقافة هناك في ذلك الوقت، والشعراء يتحدثون عن الصحراء، عن الجفاف، عن الرمال، عن الإبل، لا يوجد مصدر واحد في ذلك الوقت يستطيع أن ينبئك بماضي أرض العرب ولا يستطيع مصدر واحد في ذلك الوقت أن ينبئك بما نراه اليوم يعني هذه الصور الحقيقية التي نراها اليوم أيها الأحبة تقول لك إن هذا النبي بالفعل أولا هو صادق في دعوته مصدر المعلومات لديه هو الله عز وجل الذي خاطبه وقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ثالثا أن النبي يقدم لكل من يشكك برسالة الإسلام دليلا ماديا ملموسا من خلال هذا الحديث رابعا النبي حريص علينا يريد لنا الخير يريدنا أن نستعد للقاء الله عز وجل يريدنا أن, أن نترك هذه الدنيا قليلا ونهدأ ونعود إلى الله سبحانه وتعالى لأن القيامة أصبحت قريبة وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا رأينا تحقق الكثير من العلامات ولم يبق إلا العلامات الكبرى أيها الأحبة لذلك أحبتي في الله آه يعني لا يبقى كلام بعد كلام النبي عليه الصلاه والسلام وبعد كلام الله عز وجل الا ان نقول كما قال الله سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها. هذه ايه من ايات الله اخضرار مكه المكرمه، اخضرار جزيره العرب. ايه من ايات الله وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها. وما ربك بغافل عما تعملون، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يبصرنا بهذا الدين وأن يعني يتوب علينا ويجعلنا نعود إليه، أن يكرمنا بالعودة إليه كما قال عز وجل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فنسال الله عز وجل ان يحسن لقاءنا معه وان يجعل اجمل ايامنا يوم لقاء الملك سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم نسال الله عز وجل ان يعلمنا العلم النافع وان يجعل هذه الحلقات وما نقدمه من علم نافع خالصا ابتغاء وجه الكريم وأن يجعله سببا لهداية من يشاء من عباده لأن الإسلام واضح أيها الأحبة الإسلام دين شديد الوضوح كل التعاليم التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فيها خير كل التعاليم التي نهانا عنها أيضا فيها خير يعني القرآن العظيم أمرنا بالبر بالإحسان للوالدين كل شيء امرنا به فيه خير وكل ما نهانا عنه الفواحش المنكرات الربا الزنا قتل النفس الى اخره كله فيه شر واذا تركناه فيه خير لنا لذلك ما الذي يمنعك اخي الحبيب ان تتبع هذا الدين الحنيف ما الذي يمنعك ان تتبع هذا النبي عليه الصلاه والسلام كل المعلومات التي جاء بها النبي هي لضمان الرفاهيه والسعاده والاطمئنان تضمن لك الحياه المطمئنه السعيده النبي اراد ان يبعد عنك الامراض يبعد عنك الشر لذلك حرم الخمر حرم الفواحش حرم الزنا حرم الميسر او القمار كل ما يضرك هو محرم كل ما ينفعك هو حلال بل امرك به الصلاة فيها فوائد كثيرة، الزكاة إنفاق المال على الآخرين فيه فوائد كثيرة، التسامح الصدقة حب الخير للآخرين، الكلمة الطيبة صدقة، لذلك أخي الحبيب أرجو آه يعني إذا كنت مؤمنا أن تعود إلى الله عز وجل، وإذا كنت غير مؤمن أو مشكك أو ملحد هذه آية ودليل وعلامة يقدمها لك النبي عليه الصلاة والسلام في القرن الحادي والعشرين وقد قالها قبل 14 قرنا دليل مادي ملموس على صدق نبوته عليه الصلاه والسلام تشهد بانه بالفعل كما وصفه الله عز وجل عندما قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله. حتى يتبين لهم انه الحق